الهولة الزبابية يا زهو تعمل 36 كيف منينة حمرة خير دار فهم ماذا كعو النقار شادي لهوس في الزلابية ياكل في المخارق يبعث في اليوم مش هني مش هني كلب عليها عندي تكون ماتلي مش هني منموت حتى في كرشي جوعيني يا الصبر صبر منك مرارتها هذاك هو خيا واخذي ما عنده شيء ياكل شيخ زي الحمد لله الحمد لله نضيف مع الخلق ومع ربي الحمد لله انت تضيف انت هذاك هو الراجل بتاع كريت دار ماشي جاي عليا علينا وهو مش هني قال لا يبعث في المزاير الزلابه ياكل مش هني مش هني الراجل معناتها ما يرتاح لك بالك الا ما تمرريها لي القدم ما في بالي بيه هاتوا نخلصوا هارب الكريا هاي تو خلصوا وقتاش باش نخلصوا بابا وقتاش قول لي ترى منين نقول انا الكريا تاع الدرب هاتوا خلصوا هاتوا خلصوا ما تقطوش خلصوا ترى بدنا نتعاركوا زهري ممكن عيطوا يا اخي من جاني نمشي نسر هاي من جات الكل الخدمه حبست حتى في بالي حلات يا حوينيتا وقلت خلينا نعمل ضريبات هالايامات هم تنصحبي جاني الحاكم اه يا رسول الله معناها مقوب باش يدزوا كان بالنقاع الزوالي المحتحس مقوب باش يقودوا معناها خلينا العصابات والمافيات والسراق الكبار تصرف فيهم جهربها وجايين يقودوا بالنقار الزوال اسمع لا ربي اش تحبي تعمل حبست 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 شي اخر ما فهمتش انك واش تسلكوا امورنا والله لا فهمتها بصراحه حلها ربي والله العظيم يا رب حلها ربي بدور تحل اسمع لا ربي شكون جاينا تو نعرفني ونعرف شكون جاي بلاش حميدين بتاع الكريم خير بخير على خير عاد كان يجيني ما تيح ندوخني تو ليه ندوخ بلاش نمشي نخبي وجهي هنا هي ما تخبي وجهي نهاري هو نهاري ثلاثة يجي نهاري ثلاثة الله يستر قول للنقال مش هنيت ان شاء الله روح قول خرج النقال خرج خرج روحك تصرف ما يهمنيش فيك ني بر عاوشيك عاوشيك بر يا ريخ على الباب راه ونعرفه رقعة صبر يا ربي صبر يا ربي الكريه مشومه كريه نيتنا هاي صح سيدتك يا زهر يعطيك الصح هاي صح ولك لاباس لاباس عاد هاك دخلت انت ما شاء الله عاد المفتاح عندي الدار داري ولا اي لا صحيح باقي انا غلط عاد لا الدار دارك الدار دارك انا دخلت وحدك وخويا زهر النقار خويا راهو خير وعشرة ما انا بيسالش النقار موجود ما هو هنا لا لا النقار مش موجود هنا عجب ها كيفاش وين مشى في الليل مشى للجامع مشي للجامع اي مشي للجامع تشبيك يا زاو الجوامع مسكرة تو وش يعمل في الجوامع اي مسكرة مو كورونا اي كورونا ما جن مسكرة هو من الاول مشي يا مشي للجامع اي بعد تفكر الجامع مسكرة على الكورونا في شهر 8 رجع على الدار فهمتني رجع على الدار هذاك عليه رجع صار موجود تو في الدار اي في الدار اي وين فاش يعمل ليه اسمعني هو صحيح رجع للدار ما يصلي تو قاعد يصلي تو فاش يصلي تو يصلي في التراويح التراويح ما حبش يصلي في الجامع ما نسكر يجي يصلي في هاي مسالش تو نستنوه وين في بيت الصلاه هاي عاد مازال يصلي في التراويح يا بنتي الدار داري يفرح بيا خويا عبد النقار يصلي في التراويح ما يسالش هاي نشوفوه نقار يصلي في التراويح تو نستنوه هذا في الصاله يعني تفضل تفضل في حمدين الله اكبر بسم الله الرحمن الرحيم نتعدوا قدام تعدى تعدى من يوم الايام مساج السلام عليكم ما شاء الله على خونا النقار هاي التقوى مصلي على النبي هابط عليه بارك الله عليه النقار من اللي دخل رمضان من اول نهار في رمضان وهو كل ليله هاك الصلاه والعباده بارك الله عليه اما ما تنساش حاجه عاد يا زهو مش فايده في الصلاه ماله لازم الواحد يخلص روحه عايش بنتي هي الا الدين لازم تعمل معاصي كل الا الدين يحبسك نهار اخر على باب الجنه مال هي عندك حق عندك صلي على النبي هاكم حفلين هذا زلابيا ومخارق وشنو هذاك يو هاي صلي على النبي والله هاو نبيهم ربي اتفضل ذوقك عيبة ذوق خوذ خوذ والله ايش اقول لك ني عندي السكر لا محاله هاي من مسيرش مش هاي طبعا نهز الصغار برا طبعا نهز الصغار هاي ضربك عيبة هاتي اصحن مسيرش طبعا نهز الصغار نهز لهم كعيبة كعيبة هاتي اصحن هاتي حط اصحن هاتي طبعا
والله يعني والله لا ناكله من رمضان صدقيني لا خذيناه، والصغيرات مش يمرجون عليها مش يمرجون، يجي يا بابا جيب لنا زلاب يا جيب لنا المخارق، يا بابا جيب لنا زلاب يا جيب لنا المخارق. ها تو نزلهم ان شاء الله يكثر خير. فيش فيه فيه الله اكبر. اه يا بابا مين سهل شي يز في البرك، خلي يز في البرك. الله فيش فيه خوض خويا اش يقول لك؟ اش نعملوا لهم؟ ما تذروا خيتي يشتوا يشتوا والله يشتوا الواحد والله لا عاد خالط على شيء. قسما بالله انا نجروا نجروا قاعد نلمت في الكراوات ولمت في حق حاجه اخرى ان شاء الله كان كتب ربي وتنحت علينا الكورونا ان شاء الله ربي ينحينا الكورونا. لم لم باهي لم ربي يزيدك لم لم والله العظيم حتى الطرف الكراوات اللي عندي والله لا عاد خالطي والله العظيم قسما بالله وعندي عرس الفرخ ولدي خلاني على الضحضاح. ربي معاك شو نقول لك عندك حق ان شاء الله ربي يسلك وحلنا والمشاكل هذه تاع الكورونا والله. حتى انت تسخف اخي شوي ايش بك؟ شو عندك انت زوز ثلاثة عمارات وكسانية هكا هكا؟ والله العظيم قسما بالله يا زاو خويتي لا نكذب عليك الا حابسه وتمرك. حابسه عندك حق. الله اكبر. الله خالد خويا شو باش تعمل؟ الله خالد عندك حق. ربي فرش علينا ناس كل يحرك اسبابها برا، الواحد يقول الحمد لله يا زهو الحمد لله على ما اعطانا ربي. انتم ما شاء الله هاكم تلاوثوا في زلابي، انا والله انا خلطت عليها. هاك لمتها زلابي اخوي هاك. يعيشك يكثر خيرك يرحم والديك. والله للصغيرات انا ما بتعرفيني عندي السكر. ولطف عليك. ها كملش تو خلنا. والله انا تشوفي بالزير ويطهر ويقعد في الصلاة يقعد. الله اكبر. ساعات راسي يتعدى طول في التهجد يعمل التهجد. ابي والله وقت ايش يكمل ما تعرفيش؟ يبطى يبطى شوي يقعد كمل طول التهجد. باس حاج ما هو لاباس. لا لاباس تعرفين يا زهو اختي نجي كان في الخير ني. صحيح نجي كان في الخير ما نشوفوا وجهك ونشوفوا كان الخير يبدا يدز دزي. يرحم والديك يرحم والديك. انا حاجتي بالنقار مش نشوف زعما تعرفيش انت حضر ليش فلوس الكري. الله اكبر. فلوس الكري والله يا اخوي شو نقول لك اخوي ما نكذبش عليك ما نكذبش عليك الله غير راهي حابسه وتفرك خويا انت حابسه على الناس كلها شو نقول لا من القار من اللي جت له كورونا هذه والحانوت مسكر لا بشي يحجم ولا خدم حتى ضرب حتى ضرب حانوته انا مسكر. الله اكبر. انت حابس على الناس كلها، هي انت تعرفيش حضر الفلوس الكري ولا ما حضرليش؟ خويا باش نقول لك هو يطوي لي حاجه يقول لي حاجه نهار كله مدرك علي. ما قالكش. غرزه ميت. ما قالكش. شيء 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 ما يقول. هي مالها كيفاش مش مسكر؟ اش نقول لك؟ هو راهو استناه ولا من رايح كانت تحب تمشي وترجع على غدوه ولا حاجه. علاه وقتاش يكمل وتوصل؟ هو انا ما قلت لك ليش راهو يتعدى في الطويل راهو يصلي في التهجد. نجم الصلاة هذه تعدت نص صباح الوين يقعد يصلي في التهجد. أخ والله شو يقعد يصلي تو بعد غدوة؟ هداها ربي راهو هداها ربي. النقار قلت لك من رمضان وهو الليلة كاملة عدا هاك الصلاة ولا حتى انا يعني تو نقعد نستناه برا شنو نعمل ها نستنى فيه. والله ورحمة جداي فاطمة الله لا يرحمها وكان ما ينقذنيش هو بفلوس الكريت او والله لا عندي حتى باش نتعشى. ها شو نستناها للصباح منين وقت يكمل وقتاش باش يكمل. اسمعيني يا زاو بنيتي تعرفيني عندي السكر خويتي ديما السكر عامل فيه. انت ما عاد جماعه كيفكم هذا ما عنده ديما السكر. الله غالب خلينا نمشي التواليت التواليت وريني التواليت. ما كيما تبقى تعرف دار دار ما كاينك خارج هكا وامشي وانا مقابلات كتب كل واحد مقابلات كتب. خلي بحذاك زلابه. اي هات خلي والله خلي خلي خذ هذا التواليت. ما يسالش هبلتي هاربه هي ماشي هاربه خل نسخن بر بر هانا بك تعرفها. يا ربي يا كريم يا ربي توب علينا يا ربي. الله اكبر. اه يا زهو اه الركعة حزينة زر فيا زر فيا. ودك واش زر في الراجل ما شفتك يجي ديريكت تدخل وحده الساعة وديريكتك عاد شحال منك كان بيعكشت يا ولدي شحال منك قال لك مانيش مراوح شو نقول لك يا على كريم؟ وظهري واك ظهري واك واك بدي تعطيه طرف السبيابية هزها طرف ايش خلى فيها ايش خلى فيها ونحن نجبها ليه يلم فيها واحدة يلم فيها واحدة بالكعبة ويحط في الكابوس نتاعها ليش نعملها ليه ذر فيها
هاو جاي زرفي. شو نقول لي؟ قول النقار نسالي في الزغود العام الجاي رجع له خذه، قول له رجع له خذه. قلت له يرجع، قالت له قعد الصباح. احنيني احنيني ربي عني احنيني. الصباح هكا رجلي تحت ركابي. الراجل شد لي وجهي. في حاله. الراجل انت توصلني وني ما لقيت ما نقول، اني ما لقيت ما نقول لك ني خلصوا الراجل على كري تقول لي كيفاش. واش مجايبه تو؟ اي حاب تو يحرز هاربين على بعضنا. يقعد يبات لي هنيني. كي تبدا يبات لي هنيني اش تعمل؟ يا حليلي يا حليلي يا ربي يا كريم. هاوجي هاوجي كبر كبر كبر. يا كبر انا قال خويا يسكت. ماني كبر هاني تو. الله اكبر الله اكبر. ادخل ادخل. يا ربي يا كريم. كمل شي خويا مزيان. هاني قلت لك ني هاني قلت لك تحبش ترجع له غدو. تو تو يصلي اخي قداش مش يقعد يصلي ما فهمتش. يكمل يصلي في التهجد. صلاه شني تو التهجد. هانو قعدوا نستنوا تو احنا قلت لك راني واحد ممكون يا زهو بنيتي. كي اليوم كي غدوه. من الاول يحضر لي الكريم تاعي زاد اليوم شوفي قداش الشهر 15 في الشهر. مش يدخل الشهر الثاني مش يقعد يعني حابس زاد. عندك حق عندك كل حد وزاد عنده اموره راهو حابس. خوش باش نعمل هاو. جاني عرس تقول له كذا ونقعدوا حابسين. ماشي. وراه كيف ما قلت لك باش شيء ما يقول. هذا في الصلاه وفي العباده ما زاد يخلصوا روح. انا نستنوا هانا قاعدين نستنوا. كي قدر ربي انا نستنوا يا لطيف. الله اكبر يا لطيف. يا حاج نقول لك حاجه هو بيني وبينك النقار علاش وجدها عباده للصباح يصلي للصباح. قالك سنين رمضان سنين حاسب روحها باب العرش. الله لمن حمده. باب العرش باش تحلى. باش تحلى عليه باب العرش. باش تحلى عليه باب العرش. هكا سمعتها قالني. ان شاء الله تحلى عليه خلي يخلصني برا. نطلب ليه طلب واحد معاها خويا يخلصني. مالاش كان يمشومه وحلت فيها بصراحه. الله هانا نستنوا هانا نستنوا. والله ما نقعد نستنى نشوفها وقتاش باش يكمل. ما داريش نوحل. تحبش تجيب لك تصح. الله اكبر. كثر خيرك ما عينيش هانا قاعد نستنى انا ما عيني في ماكله لا عيني في حد شيء. الله اكبر. دار دارك مرحبا بك. يا لطيف يا ربي يا لطيف يا لطيف. استغفر الله. برا جيب لي الصحة ما تجيب لك الصحة نعيط ولا نسكت هي توي. قلت لك زر فيا راهي كابي معاه والله لا عاد اللي جنوبه. بري زرفي كيفاش نزرفها كيفاش نقول يا عجبك الحكايه تو ما حبش قالك شنو قاعد تصبح زيد زيد هزها وزيد تجيبي له سحوره هذه خطا لها تو قلت له تحب عليك ريا اش تعمل لي حب عليك يا تو نعطي هير قول ماشي يجيبوا لي الكري جابك قلت له هذه الضربه جي حاتمي تربي والله بس طيب كيفاش حال وقال لك ما عندي وانت تجيب لي ثيابي ها وزيد تصحري زاد عاد ربح الله اكبر مازال 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 يصلي خويا هاك تشوفي صلي 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 شو تحبين نعمل مني وين ماشي باش كمل الغدوه. الله اكبر. قلت لك رجع لها غدوه الصباح. انا يعني قلت لك لا والله لا نكسب فرنك يا زاو خلينا نستناو من غير ما تحب من غير ما تحب والله لا رقدتها في الزيت المطبخ. صباح مرحبا صباح مرحبا نقار نهار مبروك ها نقار احلي نقار ميت نقار ميت الله اكبر الله اكبر الله اكبر النقار ما تسجل نقار ما ايش ايش عم دير ايش عم دير اخوي النقار ميت ميت النقار شويه النقار ميت ما تسجل ها مات. ها شو صار له صار سجل ميت الله اكبر ما تسجل كيفاش مات مات كاكا كيفاش مات صار الله اكبر يا نقار على الاقل يخلص لي الكري ويموت اخي موت كاكا يخلص الكري على الاقل يا نقار تصار بالضبط نقار الله اكبر يخلص لي الكري بعد موت يا نقار موت 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 سلمتنيش تو مريشني يا حاج الكري هذا الخادم اللي شبان خذ هاي الكريم تاع موت راني ميت انا شو خلقتني راك